في فصل الشتاء من عام 1977 أدلى الرئيس المصري أنور السادات بالتصريح الآتي: إنني مستعد للذهاب بمبادرة السلام إلى أقاصي العالم وحتى إلى القدس، إلى بيتهم، إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. ولم تمضي إلا 10 أيام على تصريح السادات حتى هبط في إسرائيل وأصبح أول زعيم عربي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل. ولقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة ولكي نقيم السلام وكلنا. تم عقد مؤتمر السلام في القاهرة بمشاركة ممثلين عن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. مارس 79 إقامة مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر في البيت الأبيض بواشنطن. في عام 1980 بدأت إسرائيل بإخلاء تجمعاتها السكانية في سيناء، حيث كادت تنجز خلال عامين إجراءات انسحابها من سيناء. يصل عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين سنوياً إلى القاهرة ونهر النيل والأهرامات وسواحل سيناء. في عام 82 تم إنشاء المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة لإطلاق مشاريع تعاون هامة لتطوير المنطقة. في المجال الزراعي تم إنشاء مزارع مشتركة في الأراضي المصرية، وآلاف المزارعين المصريين يحضرون دورات تكميلية في إسرائيل. في مجال التجارة والصناعة طرأ ازدياد هائل على تبادل الصادرات والواردات بين البلدين، لتشمل المعدات الزراعية والأسمدة والمعادن والأغذية والأنسجة والبترول والغاز، وتم إنشاء مصانع إسرائيلية في القاهرة حيث وفرت فرص عمل للمصريين. سمحت اتفاقية الكويزة الموقعة بين البلدين بإعفاء السلع المصرية الواردة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية لأنها تحتوي على مكونات أنتجت في إسرائيل. وأسفرت هذه الاتفاقية عن صادرات مصرية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفيرها مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة. لعبت مصر دوراً محورياً في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، واستضافت لقاءات قمة بين قيادات إسرائيلية وفلسطينية لدفع عملية السلام. ويجري التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والسياسي، وبالأخص على صعيد مكافحة الإرهاب، وتستفيد أي دولة من حالة الاستقرار والازدهار لجارتها. وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي، وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة. تشكل اتفاقية السلام بين البلدين رصيداً استراتيجياً يساهم في تحقيق الاستقرار في منطقتنا.